شكرا اخي للزميل عمرو مختار على هذا التقرير. برضو عايز اقول لكم ان 31,000 دولار راتب شهري لجاريدو المدير الفني للنادي الاهلي، ومعاه برضو مدرب الاحمال سيامو خورخي سيامو بياخد 10,000، خورخي سيمو بياخد 10,000 دولار. يعني الحقيقه مبالغ كبيره جدا. هو الراجل كان قاعد في اوتيل الفتره اللي فاتت واتكلف مبالغ اكبر من كده بكتير. اخد خلاص، اخدوا له فيلا في التجمع الخامس، هينقل ابتداء من بكره ومعاه عربيه. ويعني نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف حاجه بالفلوس دي كلها، مع ان الفلوس دي مش مدفوعه من النادي الاهلي، الفلوس دي مدفوعه يعني من المهندس محمود طاهر، وجزء تاني مش عارفين منين، قالوا حد من محبي النادي الاهلي. يعني مصدر الحقيقه مش واضح القصه منين. ده لقاء امبارح بتاع الزمالك، ودي ضربه الجزاء على طول اللي كان بيتكلم عليها الكابتن علاء عبد الصادق. جلسه صلح بين طاهر وعبد الوهاب، بنسمع بقى لنا فتره على الحاج محمد عبد الوهاب وخلافاته مع المهندس محمود طاهر. وضحت الخلافات الفتره اللي فاتت، مش بس حتى كلام، يعني كان في حتى خلاف ما بين احمد فتحي والمهندس محمود طاهر والكابتن علاء عبد الصادق. وبعدين سمعنا تصريحات الحاج محمد عبد الوهاب ان احمد فتحي يعني هيجدد خلاص يوم الثلاث، وكتب على تويتر امبارح قال كده. برضو ده بمنتهى الصراحه جديد عن النادي الاهلي. يعني عشان اقول لكم برضو اللي لينا واللي علينا، برضو الموقف ده جديد عن النادي الاهلي. في ناس بتخلص وفي مشكله وفي ازمه والمهندس محمود طاهر مش عايز يقعد، وعلاء صادق قافش، والجمعه متنشن، واحمد فتحي الامور مش واضحه، وحضرتك بتصرح، يعني حضرتك عندك الحلول. طب خلاص حضرتك مكلف بالملف، او حضرتك اللي مكلف بالملف قول له هو يطلع يصرح. واضح ان الحاج محمد عبد الوهاب مش سعيد او مش مبسوط، وفي النادي الاهلي مفيش الكلام ده. الحمد لله برضو في وسطاء دخلوا وحلوا ما بين الحاج محمد عبد الوهاب والمهندس محمود طاهر، وهيحضر بكره الحاج محمد عبد الوهاب المكتب التنفيذي لنادي الاهلي في مدينه نصر ان شاء الله باذن الله. ونتمنى الهدوء مش بس لمجلس اداره نادي الاهلي، اهلي زمالك وكل المجالس ان شاء الله باذن الله. معروف يوسف هيصل الخميس المقبل وهينزل التمرين تاني يوم على طول ان شاء الله هيكون موجود. اتحاد الكره بيقرر اجراء انتخابات لجنه الانديه يوم الثلاث المقبل، وده الموضوع اللي هنناقشه بالتفصيل. القانون يؤجل اشهار رابطه الانديه، واستاذ جمال علام بيقول ان القانون اللي موجود دلوقتي ما فيهوش لا يسمح باشهار رابط، فهنستنى القانون الجديد. كل الاسئله دي هنسمع اجاباتها برضو من الدكتور اسماعيل فايد والمهندس شريف حبيب. يعني الحقيقه هتكون اسئله مهمه جدا على لجنه الانديه، على الحقوق، على اتحاد الكره، على اداء اتحاد الكره، على الدوري المصري العام الماضي، العام القادم، على الكره المصريه بصفه عامه. هنتكلم كتير جدا، وهنتكلم بصفه شخصيه على رئاسه لجنه الانديه ومن يترشح ومن يفوز. كل ده ولكن بعد الفاصل.